يصادف اليوم 13 يناير ذكرى وفاة الموسيقار والشاعر الكبير منصور الرحباني يلي توفي سنة 2009. وبهذه المناسبة رح نحكي عن بعض أسرار منصور الفنية وكيف خدع شقيقه عاصي ليجبره على تلحين كلماته برائعة فيروز والصافي يا شقيق الروح. إن كان ذنبي أن حبك سيدي فكل ليالي العاشقين ذنوب. واحدة من أهم الأغاني المشتركة يلي شارك فيها نجمان من أعلام الفن العربي فيروز ووديع الصافي، ولكن هذه الكلمات كانت مزيج فريد. فما قصة أغنية يا شقيق الروح؟ طبعا غنت فيروز من قصائد شعراء عمالقة كعنترة بن شداد وجرير وإيليا أبو ماضي ونزار قباني، لكن هذه الأغنية كانت مزيجا بين روائع كتبها خمسة من أفضل الشعراء من عصور مختلفة، ثم أضافوا لها بيتين من تأليف منصور الرحباني. ولكن منصور ولكي يتمكن من إضافة أبياته ضمن القصيدة المركبة خدع عاصي، فكيف كان ذلك؟ في حوار أجرته صحيفة الحياة اللبنانية صرح منصور بتفاصيل الخديعة يلي عقدها على عاصي، وطلب عاصي من منصور تجميع أبيات شعر كتبها شعراء من عصور مختلفة فيها مشاعر الحب والحنين للوطن في لوحة واحدة. كان الهدف ألا يشعر المستمعون أن الأوزان مكسورة أو أن النظم غير منطقي، فأراد أن يطفر النص كله. وجمع منصور أبيات من شعر أندلسي وأموي وعباسي، وأضاف إليها أبيات من الشعر الحديث كان قد كتبها سابقا دون أن يشير إلى أنه صاحبها. وكتب منصور: إذا كان ذنبي أن حبك سيدي فكل ليالي العاشقين ذنوب، أتوب إلى ربي وإني لمرة يسامحني ربي إليك أتوب. إلى آخر القصيدة، بل كلمات تحمل لمحة من روح منصور. فسألوا عاصي عن صاحبها فخدعوا وأجابوا بأن للراعي النميري. لم تهدأ شكوك عاصي فأعاد سؤال الراعي النميري: أكثر هؤلاء الشعراء فصاحة، فهل أنت متأكد من أن من كلماته؟
يقول منصور أنه ضحك من داخله، لكنه رغب في أن يكمل كذبته. فأكد لعاصي أن الكلمات من نظم النميري، فمن اكتشف الخدية يا ترى؟ طبعا عاصي ما اكتشف أن الكلمات من تعريف منصور إلا ليلة تقديم الحفلة. ظهر وناداه قائلا: هل ظننت أنني لم أكتشف؟ لكن منصور كان قد اطمأن أن العمل قد بات مسجل ولا سبيل لتعديل أي شيء. والحقيقة أن الهدف ما كان أن يسجل منصور اسمه بين أهم الشعراء العرب، بل كان له هدف تاني. فقد كان قد كتب 4 أبيات لسيدة أحبها في منطقة دلة الخياط، وعلم أنها ستحضر حفلة فيروز ووديع الصافي، فأراد أن يهديها بيتين كنوع من التعبير عن إعجابه. وطبعا الأبيات منا: يا دلة الخياط لي فيك نجمة، وفوق تلال الرمل منك كثيب. وأيضا بأسرار منصور الرحمن الفني رح نحكي عن أغنية سألوني الناس، يلي رأت النور بنص غير الذي نعرفه اليوم، وكان سيغنيها الفنان اللبناني مروان محفوظ، لكن منصور الرحباني قرر لها مصير آخر بكلمات مختلفة. عبرت عن أسى فقدان شقيقه عاصي بعد الرحيل، واستعان فيها واستعار صوت ومشاعر فيروز.